السلام عليكم. اللهم صل وسلم على حبيبنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. وصفات حلويات وتدابير المطبخ النهار إن شاء الله. اليوم جبت لكم واحد الوصفة تاع الشعر، إن شاء الله تجربوها وتشكروني. هنا عندنا سانوج، ها هو حبة السوداء، ها هي لا هنا حبة السوداء راهي عندي ماشي مطحونة. غادي نجيب هنا طحان كهربائي، غادي نطحنها، غادي نديرها هنايا تنطحن. نكملوا الوصفه. ها هي لهنايا، شوفوا طحنتها وديتها غبره وديتها بود. غادي نجي هنايا نديرها في طبسي هكا زلف صغير، نخويها كاع. هاد الوصفه صدقوني كاع اللي عندهم الشيب يدرك. نجيبو هنايا غادي نعبرو بهذا البول الصغير. غادي نديرو بول معمر، ها هو لا بول معمر. هنايا في هذه المرحله انا هنايا عندي كاسرونه، ها هي لا فيها الماء من تحت. غادي ندير هاد الحبه السوداء سانوج. غادي ندير نجيب هكا غرفيه، غادي ندير هذا هنايا، وغادي ندير هذا البول معمر تاع زيت الزيتون. غادي نعمره، غادي نديرهم هنايا. انا في هذه المرحله غادي نطيبهم، غادي نديرهم بالماغي. دوك تشوفوا معايا الوصفه. هنا ما هضرناش شويه على هذه الوصفه. هذه الوصفه بالنسبه للاخوات اللي عندهم الشيب باين من القدام. هذه الوصفه بزاف 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 افيكاس للشيب، هذه مجربه وبزاف مليحه. وان شاء الله مازال نزيدو نشوفوا وصفات تاع اللي عندها من القدام الشعر الخاوي. ان شاء الله دوك ندير لكم وصفه على الشعر اللي عندها من القدام خاوي. هنايا في هذه المرحله دائما نقول لكم ديك توجدوا هكا اللي عندكم في الدار، ماشي مشروط هكا اللي عندكم. بقيتي تاع مايونيز، بقيتي تاع الموتاغد، المهم تعقموه، ديروا به هذه الوصفات. ها هو لهنايا عندنا، غادي نخلوه منا وغادي نروحوا نديروا هذا في النار باش نشوفوا طريقه تحضير تاع هذا. ها هو لهنايا، ها هي النار. غادي نحطوا هاد البول، ها هو لا ما تخلوهش يتلاقى بزاف مع الماء. ها هو غادي نحركو هنايا، وغادي نخلو هاد الزيت الزيتون وهاد الحبه السوداء حتى تطلع عنا هكا دينا كي الرغوه. ها هو لا، شوفوا هذه هي اللي كنت نقول لكم عليها، هاد الرغوه هذه، ها هي لا، هادي تبين لنا باللي الحبه السوداء دخلت في زيت الزيتون. ها هي شوفوا هكا، كي تشوفوا هادي طلعت معاكم هكا، حبسوا طفوا النار. ها هي لا، انا هنايا غادي نطفي النار. ها هي لهنايا غادي نقلع هاد المغرفه تاع اللوح. هنايا حركوا باللوح هنايا، ما ليقش توشي كاع البقال تاعكم الماء. نشفوه مليح، نقلعوا هادي منا، نشفوه مليح باش ما ديرناش قطرات الماء. ها هو الاخر تاعنا، نجيبوه هنايا نفرغوا الخليط. هاد الخليط غادي نخلوه ليله كامله. عندكم بلاكار، عندكم حاجه تكون مظلمه، غطوا عليه وخلوه ليله كامله في البلاكار. وغدوه من داك ان شاء الله نصفيوه وتكتشوفوا معايا الطريقه. ها هو لهنايا، بعد ما خليته ليله كامله قلت لكم في الظلام ما لقش تشوف كاع الضو،
هنايا نجو نجيبو صفايه نديروها في واحد اخر كيما هاك كيما هذا. الثاني هو يكون معقم، ما تنسوش التعقيم، التعقيم ضروري في هاد الوصفات. ها هو الخليط، نحركوه غادي نصفوه هنايا غير بشويه نخلوه يهود. شو نجيبو حاجه هكا باش يهود لنا بالخف، نزيدو نكبوه كاع هذاك الخليط نخلوه يتصفى. ها هو لا هاني صفيته، ها هو لا اللي بقى. هذا ما نرموش، هذا ما نرموش. هذا نحتفظوا به هنايا، تكون فهمكم الطريقه كاع نحتفظوا به، نديروه كاع هنايا. هذا الزيت كي تبغوا تدخلي الدوش ديريه بنص ساعه هكا من قبل، ابليكيه كاع في هذاك الشيب. هذه الوصفه الاولى، ها هي لا، فهمتوا عليا الشيات باش من بعد ما تقوليش عاودي لنا. ها هي الوصفه الاولى تاع حبس الزيت الزيتون والحب السوداء، ابليكيه قبل ما تدخلي للدوش. كي نقول لك تابليكي ديري في الشيب كاع، ديري ماساج في الشيب كاع، تماسي هذاك الشيب هذاك بهذا الزيت. ها هو لهنايا خلوه منا. وهذا الشيرات عندي هنايا رمان معروف، رمان طحنته لديته بودغ، ها هو لا قشور الرمان معروفين عندي هنايا. هذاك اللي صفيناه تاع حب السوداء، ها هو لا، هذا ما نرميوهش، هذا نديرو فوقه قيس مغرف كبيره تاع الرمان. ها هي لا نديروها هنايا ونخلطوا هذا الخليط، نخلطوه هكا. شوفوا هذا الطريقه الثانيه برا راه ينباع شامبوان تاع حب السوداء، ياك كاين راه كاين كاع الانواع تاع لي شامبوان الحمد لله يا ربي. هنايا غادي تجيبوا، انا ما راهش موجود عندي بصح غادي نوري لكم الطريقه. غادي تجيبوا ديروا جوج مغارف كبار تاع شامبوان حب السوداء، ديروا جوج مغارف كبار تاع حب السوداء شامبوان تاع حب السوداء، تعمروهم ديروهم هنايا، تخلطوا الخليط. ها هو ها تخلطوا، انا ما راهش موجود عندي وما لو كان وريتكم بصح فهمتكم جوج مغارف كيما هكا. واللي ما عندهاش الشامبوان ما تبغيش دير الشامبوان، استعملي جوج مغارف تاع زيت الزيتون زيديهم هنايا، جوج مغارف تاع زيت الزيتون استعمليهم هنايا، ما احسن من ما كاش من احسن من زيت الزيتون هنايا. تبلعوا على هاد الطريقه الثانيه باش هذا نستافدوا منه، ما نرميوهش هذا الفرفاش تاع الحب السوداء، ما نقيسوش ما نستعملوه. هاد الطريقه الثانيه ديريها في بلاكار في الظلمه وخليها كي يكمل لك هاد الزيت، كي يكمل لك هاد كي تقد ابليكي به ويكمل لك واللي لهذا. الى فيديو قادم وان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه، وغادي نجيب لكم ان شاء الله وصفه باش ينود لكم الشعر، اللي عندها الشعر من القدام خاوي باش ينود لكم ان شاء الله الشعر. وهذه الوصفه اللي غادي نجيبها لكم تاع الشعر مجربه مني انا شخصيا، والحمد لله يا ربي ناض لي من القدام كان عندي خاوي الحمد لله يا ربي. نتوك نجيبها لكم ان شاء الله، ونقول لكم مع السلامه الى فيديو قادم ان شاء